اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من بكم صحافه الصحه، زي ما عودناكم في حلقه اسبوعيه دايما بنتكلم فيها عن اهم الاخبار المتعلقه بملف الصحه. الصحه مش بس من الضروريات في حياتنا، ولكن من اهم ثلاث حاجات في الحياه، من اهم ثلاث حاجات في الدنيا الصحه. وده مش كلامي، ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام في حديثه الشريف: من كان معافا في بدني لديه قوت يومي، امن في سربي، فقد حيزت له الدنيا. يعني امتلك الدنيا. يعني الصحة مش بس حاجة مهمة في حياتنا، ولكن من ثلاث حاجات في الدنيا ولازم نهتم بيها. لو بكلمة أو معلومة أو بخبر يفيدنا في حياتنا أو يفيدنا في يومنا أو في نفس اللحظة اللي احنا عايشينها. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي في بداية الحلقة أرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ عبدالله الصبيحي. ضيفنا، أهلا بك أستاذ عبدالله. أهلا بحضرتك وأهلا بضيفنا الكرام. نبدأ معنا النهاردة مواضيع مهمة جدا. ممكن نقول العناوين بشكل سريع للسادة المشاهدين. أول عنوان في موضوعنا: بالصور جريمة في العريش، 90 مليون جنيه لتخريب المستشفى العام. الخبر الثاني: الصحة تنفي نقص وسائل الحمل من الوحدات. الخبر اللي بعده: بالصور وزير الصحة يجب اعتبارا للتأكد من وجود جميع مديري المستشفيات في أماكنهم. الخبر بعده: مستشفى الهرم أقد أول ورشة لمناظير الكتف الخميس المقبل. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام لجنة مشتركة من مفتش الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تفتيش عن الأدوية المخشوشة وذلك. نبدأ في موضوعنا الأولاني مع الأستاذ عبد الله. طبعا موضوع مهم جدا، جريمة في العريش. جريمة في العريش، 90 مليون جنيه لتخريب المستشفى، مش لتطوير، لتخريب المستشفى العام. تفاصيل الموضوع إيه؟ في الحقيقة لما نتكلم عن الموضوع ده فإحنا بنتكلم عن مأساة وجريمة في حق كل مواطن مصري، في حق كل مواطن علاج. ولما ربنا يكرمنا ويبقى عندنا 90 جنيه نروح نخرب بيهم مش نعمر بيهم. للاسف بس عايز ادي نبذه بس بسيطه قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع ده. احنا عندنا يعني فوق ال 100 مستشفى متعسر متوقف منذ عده سنوات طويله جدا. للاسف لم يتم تطويره، لم تستكمل عمليات الانشاءات بسبب عندنا نقص في الامكانيات الماديه. تمام. فيبقى عندنا اكتر من 100 مستشفى الناس محتاجينهم، الناس محتاجين يتعالجوا فيهم، محتاجين يتم التطوير، محتاجين يشوفوا فيهم امل. تمام. وفي النهايه لما جينا 100 مليون جنيه او 90 مليون جنيه كتبرعات نروح نحطها في مستشفى رقم كبير طبعا، وهي مستشفى اسمها مستشفى العريش العام. بدات القصه، تم التطوير المستشفى دي يعني اتصرف عليها مرتين للاسف. يعني فاتصرف عليها مره في 2005 وتطويرها او يعني ما هو من هو ذلك. لما تم تطويره بشكل 2008 بين بعض المحامين في فلسطين، احد زار توقيت فتح للمستشفى او تبرع مدير الصحه توقيت بالمدى. فللاسف بدل ما يوجهوا نعمل مستشفى تاني ونود مستشفى مركزيه على مستوى شمال المدينه، لان ننطر وحدات الصحه الاولى لاستقبال المريض. فللاسف الفادي الاداري بتاعها كان يعني صعب جدا جدا، فبدا اكثر ما تم تطويره من سنوات يعني اصلا لاي مبنى اعتقد 100 سنه طبعا. فمستشفى عمل عمليات هدم وتكسير قيم وجماني وعمليات الانشاء البنيه التحتيه للمبنى تحت 3 سنين، كارثه كبيره. اخ مليون بقى مثلا كان تاني متوقف بسبب ما عنديش مستشفى. طب احنا ليه تخريب؟ يعني هل بعد ما هدم بقى يعني انا المفروض عندي مستشفى شغال ومتطور، لما التطوير المفروض يزيد تزيد من تطويره طبعا. لكن انا قربت ما طورتش مستشفى بعد تكسير الرخام والجرانيت البنيه التحتيه وبعض الاساسات
التكييفات والكلام ده، ظهر عيوب فنيه في التكييف المركزي بتاع الطوارئ، وبعدنا في 60% من اسامي المستشفى في اجهزه. طبعا الاجهزه بنيه كله كان في عيوب، فبعد ما كان عندي تم تطوير ظهر لي جديده. طبعا بدا رفض المستشفى من رفضها من مين؟ طبعا اول اداره بعد وقف المستشفى من 9 الى 1000. تخيل انت مستشفى شغال صرفت عليه 90 كان وقف شغله للاسف. تم تجربه برغبه حتى الان. طب خلال الفتره دي كلها يعني سؤال العريش، خلال الفتره دي كلها كانوا يعني الناس هناك كانت بتعمل الاماكن المطرفه؟ بص حضرتك عندهم ما يقرب 400,000 في المنطقه، يعني المفروض المستشفى بتعالج نقدر نقول نص مليون. لما مستشفى بتعالج فيها نص المبنى الرئيسي هو في مشكله وتم تطويره متوقف ما يقل 60% من اسره المستشفى قسم طبعا الداخلي. يعني الاماكن لما عندي 60% اتقفلوا انا هشتغل 40% بالظبط، ودي اماكن يعني اصلا بتعمل نقص بالخدمه الطبيه لان ما عندهمش اطباء ولا عندهم مستشفيات ولا عندهم تخصصات قويه جدا، يعني هم اصلا بالفعل بيعانوا. واروح انا او الشيء الوحيد اللي عندهم حد امره، يعني فين القيادات؟ فين طب فين؟ انت قلت حاجه مهمه ان الاداره المركزيه او الهندسه الخاصه بالمستشفى ما رضيتش ان هي تسلمها او بعد التوقف اللي تم. للاسف تم في المستشفى يعني تم تشغيله اجبارا تقريبا الهندسيه، بس ما استلموهوش بشكل مباشر في 2014، وحتى الان المبنى شغال وما زال قائمة ومشكلة حتى الآن. في كلام ان تم تحويل الموضوع للنيابة من الجهات المعنية. فين كل المعنية على علم بده؟ لما حصل ضغط من بعض النواب او القيادات الجنوبية في المنطقة، تم تحويل الموضوع للنيابة بعد تصريحات القيادات في المنطقة. لكن حتى لما تنتظر نتيجه تحليل هو الحد الموضوع ده من 2010 يعني احنا بنتكلم خمس سنين انت بتتكلم في كارثه، يعني خمس سنين المستشفى العام عندهم متدمر بعد ما كان امس الحاجه التطبيقيات خصوص ال طيب السؤال برضه هو مهم جدا، هل يزال أدنى حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عريش سمعنا على ما هو يعني اشتغل في 2014 لما يوب وتجمع الرسميه تلحيق العيوب من قبل الاول جهه التطوير، خاصه ان ما فيش عقود رسميه لعمليات تعقد عليها وقت عمليه التطوير، يعني هو من المبنى وما فيش عقود تضمن بعد كده اجراءات صيانه. انا برضه عايز اعرف النهارده احنا بنتكلم عن الموضوع دلوقتي حاليا، وانت كنت بتقول الموضوع متوقف حوالي 5 سنين. تقريبا على حد العلم اللي انت تعرفه ان الموضوع السنه دي بس، او الناس اتكلمت فيه، او احنا بمعنى اصح لو ما كناش اتكلمنا عليه النهارده لا حياه لمن تنادي. طب ازاي قضيه زي كده يعني ازاي وزاره الصحه يعني انت بتتكلم في كارثه، يعني كارثه بكل اداره فنيه سيئه للاسف. اسوء ما يكون يعني لما سمعتوش كتير انا اسوء ما يكون قضيه مهمه يكون عندي 90 مليون وراح اسوقهم واكيد قائم لسه تم تطوير وانت كده قضيت 90 مليون يعني كان يتم فوري على محاكمه وحساب وكيل وزاره فيه. المفروض مجلس وزراء كان يعاقب الوزير في وقت ده، المفروض اداره كانت لو تعاقب على هذه الجريمه. لكن للاسف احنا عندنا الفساد المالي مش بيتفحش بالظبط
وفي نفس الوقت التبرع ب 90 مليون المستشفى في امس الحاجه اهل العريش ليها، دوله في امس الحاجه للتطوير المستشفى العام يعني دي العام يعني دي رقم لا العام دي اللي هي اكبر اكبر مستشفى طب على اوقف مبنى الرئيس في 60% من اسره المستشفى ايه بصراحه ربنا يكون في عون اهل العريش العريش والجهات المعنيه الموضوع احنا بنتكلم عليه خبر يعني هو يكون خبر او معلومه موضوع كبير جدا العريش ومستشفى الخبر اللي بعده نقص وسائل الحمل بالعدات ده موضوع مهم جدا طبعا الكثافه السكانيه ونقص يعني الموضوع احنا بنتكلم في حته ان الوزاره دايما تعمل حملات توعيه هو صح كده وفي امام من لدى القيادات نسبه اكيد خاصه يعني نسبة احنا يعني عندنا 2.5 سنويا رقم ولا ده الرقم اللي بالزياده ده الرقم اللي مرصود مرصود في الجهاز المركزي جهاز مركزي ان احنا في 6 شهور اللي فاتت دي زدنا مليون مره واحده ودي مليون ست شهور يعني ده اتحصل اقل زياده يعني المعدل بتاعنا المفروض نزيد في السنه كلها مليون ونص 2 مليون ونص اسف 2 مليون ونص سنويا دي زياده السكان دي زياده سنويا من خلال مواليد يعني يتم المحيط لقيمة الزيادة السكانية الفترة اللي فاتت اللي هو تحفر قلة استخدام وسائل الحمل الكبير ان احنا بدأنا كنا بنستخدم بنسبة 24% سنة 80 سنة 80 احنا بنكمل 24 سنة بالظبط قمنا في 2008 قمنا في 2008 ل 60% ده كان يعني نسبه حلوه جدا خاصه كده ان احنا لحد ما ان احنا بنسعى على 2030 تكون عندنا 74% تمام لكن كشفت الدراسه بقى ودي كانت المفاجاه لزياده معدل المواليد ان 2014 قلت باستخدام وسائل منع الحمل ل 58% ونص بعد ما كان 60 طب اذا المفروض ان انا المفروض بعلى عشان اصل لل 74 في 2030 الا ليه قليت مش العكس صح يعني المفروض عندي مش بينزل تمام فده معناه ان في مشكله في خلل طب في خلل بس انا هنا في حاجه مهمه يعني لو وسائل اللي في الوحدات الصحيه الخاصه بوزاره الصحه اعتقد برضو في الامور او السيدات ازواج يعني اللي عايز يمنع الحمل هل مثلا ممكن تكون ثقافه الوعي او مثلا الوقايه والتوعيه اللي هي كنا دايما متعودين عليها قلت يعني مش كله ممكن يبقى على برامج التحذير برامج التوعيه يعني لو حضرتك يعني كنا زمان جدا مجرد تديو تلاقيها تفتح التلفزيون عندك تلاقيها برامج التوعيه يعني مش كتيره لمنع دي حاجه الحاجه الثانيه في الريف بشكل عام اللي هو بس عايزين نقول ان حسب مسؤوليه وزاره بتقول تخزين استراتيجي وسائل الحمل الوحدات الصحيه يكفي 6 اشهر تمام خلال هم قالوه احنا عايزين نعرف المخزون فعلا يكفي قد ايه يعني حسب مسؤوليه وزاره الصحه وكل هو 6 اشهر فعلا يعني. بالظبط كمان بيتقرب 100 مليون جنيه سنويا على وسائل تمام تم توفير اكتر من عده اكتر من تنظيم الاسره داخل وحدات صحيه على مستوى المحافظات بس هنا هل الكيانات فعلا بتكفي كل الناس؟ تمام يعني تصريحات الوزاره شيء جميل جدا. كل ما تنزل اللي بنرجع على ارض الواقع في ناس مش لاقيه يعني في عجز فعلا في المحافظات فلازم يتم مراعاه الموضوع ده مراعاه خاصه ان انت عندك الصعيد قبلي بشكل نسبه المواليد في زياده عن كده. لسه اسال يعني اتكلم بشكل علمي ايه سبب الزياده؟ انت بتتكلم في فرق 100
في خلال دي بس تقريبا مليون، زاد قلت مليون، مليون ونص، 2 مليون دلوقتي 2 مليون ونص الف، 2 مليون 600. طب يعني الفرق 100 الف، عايزين نعرف ايه السبب الزياده، ولا هل شيء طبيعي لو فعلا التعبئه والاحصاء؟ السبب زياده طبعا ال وبرامج اللي كانت مره. تمام، لازم برامج وراوي كل وسائل الاعلام، لازم الرادارات الريفيه يقودوا بقوه ان هم اللي في الغدق. ده حاجه لازم تضاف للتعليميه عندنا في مصر، برامج التوعيه الشامله بالظبط. يعني لو تكون خطوره القضيه السكانيه تزداد يوم بعد يوم وسنه بعد سنه، الا تتحلل وتزداد في مصر؟ لا، لابد ان نتوقف. معروف معدل الزياده بره مصر 6 10، يعني في الدول المتقدمه 600 مليون، اسف، في السنه، في الدنيا 100، 600 الف زياده مليون. بقى مش مليون و600، مليون و600. تمام كده، طبعا مش في الزياده في ذاتها، لكن لعدم استغلال بشري من وجهه نظر الشخصيه. نروح للموضوع مهم بالصور، وزير الصحه يجري اختبارا للتاكد جميع مدير اماكنهم. قام دكتور احمد وزير الصحه والسكان بعمار للتاكد من جميع مدير المستشفيات في محافظات اماكنهم. قدرت التوقيت ده اول مره كان هل يعني لجنه التكليف كانت يوم 5 مادي انعقدت في وسط من الصباح لمتابعه لمتابعه. هل عشان احداث يناير ولا الفكره نفسها عايز يعمل؟ لا لا، ده كان احداث 25 يناير، عشان المفروض ان هو تم حاجه التواصل داخل جميع المستشفيات الحكوميه والمزيديه والتنسيق كمان مع المستشفيات الجامعيه لعدم مغادره اي طبيب او اي مدير مستشفى المستشفى لحين الانتهاء من احداث فعاليات احتفالات ثوره 25 يناير الذكرى الخامسه. لكن بصراحه كان الوزير حريص جدا ان هو يتصل على التليفون الارضي فيشوف شخصيا. هو الوزير اتصل يعني بنفسه شخصيا، دي معلومه مهمه برضه. بنفسه يعني هو كان كان طبعا كان موجودين مستشفيات الوزاره متقسمه لتامين صحي، قطاع طب علاجي، امانه المراكز كده، المستشفيات العامه بالظبط، الصحه النفسيه كمان. فكان في مسؤول عن كل قطاع. تمام، المسؤول عن كل قطاع كان هو بيتم اختيار مستشفيات عشوائي. تمام، يتم اتصال بمدير مستشفى على الارضي، بعد ما يجي على التليفون كانوا بيدوا له التليفون، كان يقعد سياده الوزير شخصيا بالظبط، فكان يكلمه. كان دايما حريص برضه ان هو يشوف هو متابع ولا لا، عنده كام سرير رعايه، عنده احداث ولا لا. في بيانات هم مدير المستشفيات بعتوها للوزاره قبل الاحداث، بيقول ان انا عندي كذا سرير رعايه وعندي كذا طبيب. فكان مدير كان الوزير يسال، بيمسك البيان اللي قدامه ويسال مدير المستشفى عشان يعرف هل هو فعلا على علم بالامكانيات اللي عنده ولا لا. تمام. وقتها اتصل بزفت العام تقريبا. انا عندي هنا موضوع ان هو اقل مدير أقل مستشفى زفت العام. لا، هو حوله للتحقيق عشان كان في المستشفى وقال ان هو مش امال. بس هو في الخبر اسيوط، مدير مستشفى اسيوط. اسيوط لعدم تواجده. لعدم تواجده خالص. سوهاج العام، اسف، سوهاج. سوهاج العام، مستشفى سوهاج لعدم تواجده. لعدم تواجده يعني هو كان اللي مش موجود خالص. لا، ده اقالته فوري وتعيين واللي حلوا للتحقيق مدير مستشفى زفته. اللي كان في مكتبه وغادر مكتبه قبل انتهاء الفعاليات الاحتفالات، لا ده كان بيتحول للتحقيق. تمام، وكان بيتابع كمان مع وكلاء الوزاره، فدي كانت جميله جدا بصراحه. لكن محتاج حاجات باستمراريه بالشكل ده، ان ما يبقاش في اليوم ده بس، لا يتعمل دايما زي اختبارات. تمام، انا كنت لسه اقول لك الحاجه ام الاختراع، يعني فكره زي كده، يعني ليه سياده الوزير ما يقومش بالاختبار ده، خصوصا المستشفيات حاجه حساسه الاختبار ده، او مش شرط سياده الوزير شخصيا، المنوط بيهم في الوزاره طبعا في مسؤولين كتير، ليه ما يقوموش بالاختبار ده بشكل يومي، او هقول يومي مش اسبوعي، بشكل يومي، طالما يعني من الاخر، طالما المديرين بيهربوا او المديرين مثلا بيتغيبوا او بيعملوا استثناءات غير منوط بها رسميا، الموضوع خطير. لما مدير المستشفى يعمل كده يبقى من الاخر الدكتور هيعمل استثناء نفس الحكايه ويستاذن من المستشفى، ونفوجئ ان الممرضه هي اللي بتقوم برئاسه القسم او بالمستشفى بالكامل، وفي النهايه اللي بيدفع الضريبه المريض. دي حقيقه.
هو نتمنى بس يعني وتم بنفس الطريقه اللي تمت بيها اللي هو اختيار عشوائي، يعني انا مش تمام. بحدد مستشفى، لا هو بيجي في دماغه فكره، لا بيجي بس في انا دماغه اقصد اسم يعني ايه مستشفى. المشكله ان يبقى في مسؤول حتى لو منسق هو اللي يتصل بالمديرين طالما الفكره فعلا اثبتت ان في ناس مش في اماكنهم وان الموضوع كبير، لان المستشفيات احنا بنتكلم في حاجه حساسه بتهم المريض، يعني مش بالظبط بنتكلم مثلا في اكل عيش ولا رزق ولا شغل، احنا بنتكلم في مريض، المريض ده في امس الحاجه للي يرعاه. بس حضرتك تمام لو مدير مستشفى موجود كل الطاقم الطبي هيبقى موجود، تمام لو كان المدير بيكبر دماغه للإدارة في المستشفى من المؤكد إن الطاقم الطبي برضه هيكبر دماغه من العمل والانتظام. فلازم هو الروح القيادة إذا كانت هي دايما بتتصدر في الانتظام، تتصدر في الفكر، تتصدر في التواجد، لاستمرار الجولات، لا في الحالة دي أي تمام طبيب داخل المستشفى، أي ممرض، أي تمام إداري هيحرص كويس جدا طبعا إن على هو التواجد. يتوافر طبعا بالظبط. طيب هنروح للخبر اللي بعده، هو خبر مهم. اعلنت وزاره الصحه والسكان عن قيام لجنه مشتركه من مفتشي الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه والاداره العامه لمباحث التموين بحمله تفتيشيه على عدد من المؤسسات الصيدليه ما بين صيدليه ومخزن ومصنع، وقد اسفرت الحمله عن ضبط ترامادول مهرب وغير مسجل بوزاره الصحه والسكان، وكذلك بعض الادويه المهربه وغير مصرح بتداولها باحدى الصيدليات. الكارثه هنا ان دي اماكن رسميه واثناء التفتيش تم العثور على الحاجات دي، احنا بنتكلم في كارثه اماكن رسميه مصرح ليها. بص حضرتك أو بس عشان توضيحا بس، أماكن رسمية هي الصيدليات اللي داخل المنشآت تمام الطبية الحكومية. تمام وجد فيها ادويه غير مرخص لكن بيها. الصيدليات اللي حاصلة على ترخيص خارج اللي هو الصيدليات تعتبر منشآت خاصة. تمام دي لا تعد رسمية. ده للتوضيح دي بس معلومة ليس مهمة طبعا. أكتر يعني. تمام لكن لما نتكلم في أدوية مغشوشة، لا ده أمر في غاية الخطورة جدا ولازم يتم القضاء على هذه المشكله، خاصه ان في اماكن كتيره مش مكان واحد، خاصه في ان اماكن ممكن يحصل مختلفه. اضرار وممكن الماده الفعاله ما تشتغلش كويس جدا في وقت مريض ممكن يكون في حاجه ضروري جدا ليها، بالاضافه ان ممكن الماده الفعاله خاصه اللي لو هي مش قويه او مش هي نفس ده لو الماده منتهي الصلاحيه حتى، بس يعني ممكن كمان مش تحصل مغشوشه. حاجه عكسي، خاصه مع مرضى القلب، مع مرضى الضغط، مع مرضى السكر، يعني ممكن الموضوع يحصل عكسي جدا قد تؤدي الى وفاه، وفاة المريض. فلا الموضوع في خطورة جدا، خاصة ان بدأ ينتشر قصة الأدوية المهربة والأدوية المغشوشة وأدوية بير السلم. الموضوع في غاية الخطورة ويحتاج إلى وقفة، وقفة قوية جدا من وزارة الصحة، خاصة على مستوى، خاصة في القرى والريف. تمام لأن إلى حد ما هناك المرضى ما بيدققوش قوي في وقت صلاحيه العلاج صلاحية امتى، العلاج. تمام هو مجرد بروشته بياخد تقولها. العلاج تمام بيشربه، اشرب ده بيشربه، خد الحقنه تمام دي بياخدها، فما عندوش حتى الفكر يشوف ولا عنده الوقت. ما الكارثه اللي هنا اللي بتخلينا اقول انها كارثه ان الاماكن اللي تم ضبطها اماكن في وسط البلد، يعني في مصر الجديده في حلوان وفي اماكن حيويه مش في الاقاليم كمان. وبعدين انا عندي هنا في الخبر تم العثور على ادوات مستحضرات تجميل اصليه مغشوشه، يعني اصليه ومتقلده، فهنا في كارثه تانيه. طب بالظبط المواطن يعمل ايه؟ احنا بنتكلم عن حاجات اصليه ومغشوشه، المواطن ضحيه طبعا. بالظبط. فهو ما اسهل للاسف دلوقتي ان انا بجيب العلب وبحط الاسم عليها وبعد كده بضرب جواها اي حاجه. لازم فعلا يكون في كود يتقال لي ان العلبه دي، والكود ده لازم يتم التنسيق على الاقل لكل دواء لكود مع وزاره الصحه، مع الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه بوزاره الصحه، كل دواء ياخد كود معين، يبقى انا عارف ان الكود ده لو قدرت اعمل تشيك عليه اعرف ان الكود ده فعلا هل الدواء ده مغشوش، الدواء مش مغشوش. لازم يبقى في حاجه تقول لي، حتى لو شفره على كل علاج، طبعا. لا بس الموضوع لازم، الموضوع مهم جدا الموضوع جدا. خطير. احنا بنتكلم ان طالما الغش وصل، يعني زي ما بنقول كده الغش وصل على الادويه يعني بشكل مباشر، الغش على ودنه، يعني ليه الوزاره برضو زي ما من شويه كنا بنتكلم الرقابه على المستشفيات، ليه ما تعملش حملات تفتيشيه بشكل يومي طالما الغش وصل بشكل يعني متفحش او بشكل كبير جدا، خصوصا الصيدليات دي هي الامل الـ الاخير للمريض، يعني اخر حاجه المريض بعد ما بيروح المستشفى او بيروح للطبيب في النهايه اخر امل عنده، يعني طبعا امل في ربنا سبحانه وتعالى، بالظبط. الدواء. لما الدواء يتغش في ايه تاني؟ يعني احنا بنتكلم في ايه تاني؟ يعني موضوع المفروض يبقى في حملات يوميه وعلى جميع الصيدليات ويبقى في رقابه، رقابه يعني في اي وقت. موضوع كارثي بصراحة، وفي الحالة لازم رقابة، ورقابة قوية جدا.
طالما الاتجار وصل بامراض البشر، يعني الاتجار وصل بامراض البشر، يبقى لازم الموضوع يبقى في منظومه مختلفه او فكره مختلفه في منظومه الصحه تجاه احنا بنتكلم في الجرائم دي، جرائم كبيره جدا يعني. حضرتك انت بتتكلم في حاجه ممكن بس قبل ما اخد منك الاجابه هنطلع لفاصل ونعود، فاصل ونواصل.